نشرة الظهيرة، أهلا بكم. هذه أبرز العناوين. في ظرفية جفاف وطوارئ مائية، مساحات زراعة البطيخ تقلص بالنظر لاستهلاكها الكبير للمياه. الفلاحون يشكون والبيئيون يطالبون بأكثر من التقليص بالمنع الكلي. منتدى ميدايز الدولي بطنجة يطرح للنقاش مسألة الاستثمار في التعليم كمفتاح للتعافي والتنافسية وكطريق لتحقيق الأمن والاستقرار في إفريقيا. المؤتمر 45 لأطباء الغدد والسكري يناقش في الرباط ما استجد من علاج وأدوية على هذا التخصص. المجموعة الفريدة لمعهد العالم العربي في باريس تشد بها الرحال إلى المغرب مارس المقبل في معرض متنقل بالمملكة، هو الأول من نوعه، وقعت بخصوصه اتفاقية في مراكش. أهلا بكم. وقبل التفاصيل، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس سيترأس بضريح محمد الخامس بالرباط الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى 24 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، وذلك بعد صلاة مغرب يومه الجمعة. بلاغ الوزارة أوضح أن هذا الحفل الديني سيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة. كما جاء في العناوين، نعيش جفافا وإجهادا مائيا بل وحالة طوارئ مائية، ظرفية في ظلها يتوجب ترشيد استهلاك كل قطرة، فما بالك بألاف اللترات المكعبة التي يستهلكها سقي هكتار واحد من البطيخ. في زاغورا، الفرشة المائية ضحية هذه الزراعة، ومعها النظام الإيكولوجي للواحات. والظرفية الحالية سرعت قرار تقليص المساحات المزروعة بالبطيخ، وفيما الفلاحون متضررون يشتكون البيئيون يطالبون بمنع كلي لهذه الزراعة. من زاغورا روبورتاج نزهاب عزيز الحسن بالعالي. هكتار واحد كحد أقصى لزراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر، قرار عاملي لمواجهة خصاص الموارد المائية في زاغورا. الفلاح يقول إن التقنين مطلوب لكن المساحة المحددة غير كافية. ضررتنا بزاف 100%. هكتار ما عاد لينا ديال الشارج، جيتي باش تشارجي ما تشارجي فيه فياج، يعني الا بغيتي تخرجوا بالبيكوبات، البيكوبات ما تصور فيهم والو، ما قابلين لا بالنسبه للخدامه ولا بالنسبه للصواير. البوطه غاليه، المواد الفلاحيه كلها غاليه، والفياج ما يمكنش. وانا شخصيا البارح عيطت على الشركه ديال النقله باش نضمن زعما على حساب الهكتار، ما بغيتش. انا كفلاح درت دراسه على خمسه المزروعات اللي كتزرع في الواحه، بين الدلاح والفصا والحنه والتمر والحبوب، لقيت هو الدلاح اقل سيله كان للماء، حيت كيستهلك 100 لتر للكيلو، 5000 طن للقطار في الموسم ديالو. بالعكس بالنسبه للحنه كيشترك 450 لتر الكيلو ديال الحنه يابس، وبالنسبه للتمر من 1500 لتر ل 2000 لتر الكيلو ديال التمر. واذا كان الفلاح متضررا ويطالب بتوسيع المساحه المسموحه، فالجمعيات البيئيه تثمن قرار تقنين زراعه البطيخ، بل وتطالب باكثر من ذلك. كنشوفوا بان هذا القرار هذا جاء متاخر، وخصو يكون قرار ديال المنع النهائي ديال هذه الزراعه هذه، واستبدال ديالها يعني بزراعات بديله اللي كتماشى مع 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 يعني الخصوصيات ديال الاقليم والشح المائي اللي كيعرفوا الاقليم حاليا. تقنين هذه الزراعه دخل حيز التطبيق بدءا من الموسم الحالي لمحاربه استنزاف الفرشه المائيه. في المقابل تتعالى اصوات الساكنه مطالبه بالسدود التليه. والقرارات والمشاريع تتوالى بهدف اقتصاد مياه الري حفاظا على الثروة المائية، كما وجه إلى ذلك جلالة الملك محمد السادس الذي وضع مسألة الماء بمرتبة القضايا الاستراتيجية للمملكة. في القنيطرة أطلقت أمس عدة مشاريع في هذا الاتجاه ضمن برنامج تجديد قنوات الري بالقطاعات المحولة إلى الري الموضعي ومشروع إحداث وصيانة مسالك فلاحية. وأطلقت هذه المشاريع في خضم التوقيع على ثلاث اتفاقيات تهم المجال الفلاحي بإقليم القنيطرة.
لتسليط مزيد من الضوء على المساعي المبذولة للحفاظ على الثروة المائية من خلال اقتصاد مياه الري، ينضم إلينا مباشرة على الهواء السيد اليعقوبي زكريا، رئيس قسم الموارد الهيدروفلاحية بوزارة الفلاحة. سيد اليعقوبي أهلا بك. نحن في ظرفية خاصة، ظرفية صعبة من حيث الموارد المائية، في ظلها تابعنا في الروبورتاج الأول من زاغورا ما اتخذ من إجراءات بخصوص زراعة البطيخ. في ظل هذه الظرفية إذن، كيف سيتم التعامل مع مسألة الحصص المائية المخصصة للري وبرامج المزروعات، وما هي القطاعات الزراعية التي ستحظى بالأولوية؟ شكرا على الاستضافة. إذن كما جاء في التقديم، يعاني المغرب منذ عقود شأن العديد من الدول بالمنطقة من خصص مائي أو إجهاد مائي شبه هيكلي، وهو مرشح للتفاقم بفعل التزايد القوي على الطلب على الماء، وكذلك بفعل التغيرات المناخيه المتسارعه. فاصبحت بلادنا كتعيش تذبذب وتراجع في كميه التساقطات، الشيء اللي كينعكس سلبا على مخزون المياه السطحيه بواسطه معبأة بواسطه السدود او المياه المعبأة بالفرشات المائيه. وكيبقى القطاع الفلاحي يعاني، هو الاكثر تضرر من هذا الخصاص، حيث كنلاحظوا بان معظم دوائر السقي هي كتعاني من تقنين وتقييد صارم في الحصص المائيه المخصصه للسقي. فالخصاص يتراوح ما بين خلال السنوات الاخيره ما بين 70 الى 100% من مقارنه مع الحاجيات، في حين كنلاحظوا بان باقي القطاعات كتستافد من 100% من الحاجيات. ففي ظل هذا الوضع وفي ظل توجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، ومنذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر وضعت وزارة الفلاحة برنامج سباقي واسع، وطلقت أوراش على صعيد جميع الجهات من أجل تحديث شبكات الري من أجل أولا عبر تحويلها إلى شبكات عصرية، من أجل أولا الحد من الضياع والرفع من كفاءتها، بالإضافة إلى تحسين مستوى جودة خدمة الري، وكذلك تمكين الفلاحين خاصة الصغار الانتقال إلى اعتماد تقنيات عصرية ومقتصدة في الماء ودورات زراعية أكثر إنتاجية. فهذه كل هذه المجهودات هي كترمي إلى رفع قدرة القطاع على مقاومة آثار التقلبات المناخية. طيب، لمقاومة آثار التقلبات المناخية التي نعيشها، هل هناك من أولوية أعطيت لمزروعات على حساب مزروعات أخرى من حيث السقي؟ طبعا في إطار برامجات، طبعا في إطار برمجة الدورات الزراعية يتم إعطاء الأولوية بالأساس للزراعة الدائمة خاصة الأشجار، وكذلك الزراعات اللي عندها دور استراتيجي في تأمين تلبية حاجيات السوق من حيث المنتجات الغذائية. طيب، نحن في بداية الموسم الفلاحي الحالي وننتظر جميعا ما ستجود به السماء في الأيام والأشهر القليلة المقبلة، ما هي التدابير الأخرى المتخذة مع انطلاق موسم الري؟ طبعا هناك مجموعة من التدابير، كاين تدابير اللي عندها صبغة مرحلية وتدابير عندها صبغة هيكلية على مدى مخطط الجيل الأخضر. فبالإضافة إلى المجهودات اللي كتقوم بها الوزارة من أجل عصرنة شبكات الري وعقلنة استعمال من خلال مشاريع تحويل إلى الري الموضعي، حيث حاليا المغرب استطاع يجهز تقريبا 700 ألف هكتار بالري الموضعي. هناك كذلك مسارع من نوع من جيل جديد تروم إلى تحويل الموارد المائية أو تعبئة موارد مائية غير تقليدية من قبل تحلية ماء البحر من أجل دعم المناطق الفلاحية اللي كتعاني من الخصاص، كما هو الشأن اللي بالنسبة لمنطقة الشوكة اللي انطلقت بها هذه السنة عمليات الري من خلال تحلية ماء البحر. كذلك هناك مشروع جديد ينطلق من طاقة الدخل هذه السنة، وكذلك هناك مشاريع تحويل مياه سطحية لدعم بعض المناطق الفلاحية اللي كتعاني من الخصاص، خاصة اللي كتعرف تراجع في كمية المياه الجوفية. سيد اليعقوبي زكريا، رئيس قسم الموارد الهيدروفلاحية بوزارة الفلاحة، شكرا جزيلا لك، كنت مباشرة معنا من مكتبنا بالرباط.
منتدى ميدايز الدولي بطنجة يطرح للنقاش والتمحيص قضايا راهنة متعلقة منها خصوصا بالأزمات الحالية وتأثيرها على النظام الدولي، والاستثمار في التعليم مفتاح للتعافي في التنافس والتنافسية كان موضوعا لإحدى ندوات المنتدى، ركزت على أهمية تأهيل الرأسمال البشري بإفريقيا من خلال الاستثمار في التعليم باعتباره أيضا شكلا من أشكال تحقيق الأمن والاستقرار بالقارة. من طنجة ريبورتاج يونس رفيق. المشاركون في ندوة التعليم بإفريقيا أكدوا على أهمية القارة الإفريقية من حيث الرأسمال البشري وأهمية الاستثمار في التعليم كمفتاح من أهم مفاتيح التنمية. في الواقع إفريقيا هي مهد الحضارة الإنسانية، اليوم هي أرض تكاثر الإنسانية، لأنه في سنة 2050 ربع الساكنة ستكون في إفريقيا ونصف عدد الشباب سيكون في إفريقيا، وهذا يعد غنى عظيما. علينا كمربيين تحويل هذا الرأسمال البشري إلى ذكاء إنساني. نحن نستثمر في التعليم ونستثمر في الرأسمال البشري. نحن سعداء ببناء مراكز تكنولوجيا وجامعات، كما نقوم ببناء قرى للشباب الفقراء بإفريقيا ونجمع بين القطاعين العام والخاص. خلال الندوة طرحت إشكالية هجرة العقول من إفريقيا وأهمية تحفيز الشباب لاستثمار قدراتهم المعرفية ببلدانهم. خصنا في نفس الوقت نشتغلوا على جوج مستويات. المستوى الأول هو اللي ملزوم علينا احنا، بنوفروا للشباب اللي عندنا كمستقبل وكأمل في المستقبل باش يبقوا في البلاد، يعرفوا بأن كيساهموا وغادي يكون عندهم المردود ديال المساهمة ديالهم. وثانيا نتعاملوا مع الدول اللي هي كتجلب هاد الناس هادو باش يفهموا بأن إلا خداو العقول ما غادي يسمحوا لناش باش نخلقوا فرص العمل جديدة. خلص المشاركون إلى أن النهوض بالتعليم بالقارة الإفريقية يتطلب حتما استثمارا في البنى التحتية وتطوير التكنولوجيا حتى تتحقق معادلة تأهيل الرأسمال البشري، وفي نفس الآن تحقيق السلام والأمن في إفريقيا. رغم التوقيت الحرج واتهامات بتكريسه تبعية اقتصادية للصين على شاكلة التبعية الطاقية لروسيا، يقوم المستشار الألماني أولاف شولز بزيارة إلى بكين تستغرق ساعات ليكون الأول من بين قادة الدول السبع الذي يزور الصين منذ بداية الجائحة. واستقبل شولز صباح اليوم لدى وصوله إلى بكين من طرف الرئيس الصيني شي جين بينغ، وقد أكد أن ألمانيا ترغب في زيادة تطوير التعاون الاقتصادي مع الصين رغم وجهات النظر المختلفة بين البلدين. الصين تعد شريكا اقتصاديا على أهمية كبيرة لألمانيا، إذ تعتمد الصناعات الألمانية على هذا البلد من حيث الموارد أو المواد الأولية ومن حيث سوق التصدير، خصوصا صناعة السيارات. في الضفة الغربية المحتلة استشهد 4 فلسطينيين أمس برصاص جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي وسط تصاعد لموجات وأعمال العنف. وقد عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن قلقه الشديد إزاء هذه التوترات، وذلك في اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهي ولايته يائير لابيد الذي أقر بهزيمته في الانتخابات التشريعية. تشريعيات قوت شوكة اليمين المتطرف في إسرائيل. انتخابات الكنيست رسخت صعود الأحزاب اليمينية وتوجه المتشدد المثير للجدل إيتمار بن غفير لتولي منصب بارز في الحكومة المقبلة، إذ تعذر على بنيامين نتنياهو الذي تصدر حزبه الليكود نتائج الانتخابات تأمين منصب رئيس الوزراء دون دعم من بن غفير، ما يعطي لليمين المتطرف نفوذا غير مسبوق. وحقق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو فوزا كبيرا لحزبه ولكتلته اليمينية في انتخابات الكنيست الخامسة في أقل من 4 سنوات. نشرة وظهيرة متواصلة، فيها أيضا احتفاء في الرباط بالمتأهلين في المرحلة الأولى من جائزة محمد بن زايد آل نهيان المكرمة للمعلم المبتكر والمبدع، وتكريم من نوع آخر من عالم الفنون التشكيلية للفنان الحسين طلال. معرض تشكيلي أقيم بالدار البيضاء إهداء لروح المبدع الراحل.
وقبل ذلك المؤتمر 45 لأطباء الغدد والسكري ناقش في الرباط على مدى يومين ما استجد من علاج وأدوية على هذا التخصص. روبورتاج نادية أحتة. المؤتمر 45 لأمراض الغدد والتغذية وداء السكري يناقش على مدى يومين المستجدات في المجال من حيث الجراحة والأدوية، التكوين العلمي والبحث المستمر. احنا كنحاولوا ما امكن ان الاطباء ديالنا يكونوا طبعا على التكوين ديالهم، وهذا باش اننا يمكن الاطباء ديالنا يغطيو جميع التراب الوطني، وخصوصا ونحن في واحد الفتره ديال تغيير المنظومه الصحيه والاجتماعيه التي يقودها صاحب جلاله. ويشارك في المؤتمر عدد من الأطباء والمتخصصين والخبراء يسلطون الضوء على أمراض الغدد الصماء وداء السكري وسبل الوقاية منهما. هذا المؤتمر الأهداف دياله هو الدراسة والتكوين المستمر، وباش نتعرفوا على المستجدات اللي كاينه في هذا الميدان. والحمد لله الحضور ديال الأطباء من كافة مناطق المغرب موجود بشكل كثير، لان من بعد سنتين ونصف ديال الجائحه لي بيرسون كي فيف افيك ان ديابيت دو تيب 1. نطمح ان يجد مرضى السكري من النوع الاول سواء في المغرب او خارجه فرصه الولوج الى العلاج بالتقنيه الحديثه التي تمكن من تجنب مضاعفات كثيره. التظاهرة تعرف كذلك تنظيم لقاءات وورشات حول مواضيع كالتربية الغذائية والدوائية. ضمن سلسلة ريبورتاجاتنا على مشارف الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء، نسلط الضوء في النشرة على ما أنجز في الأقاليم الجنوبية للمملكة في شق الطاقات المتجددة. في جهة العيون الساقية الحمراء، المجال في تطور، 5 حقول للطاقة الريحية وحقلان للطاقة الشمسية أحدثا في انتظار محطات أخرى هي الآن في طور التجريب أو في مرحلة الدراسة. لمواكبة ذلك أحدث معهد للتكوين المهني تخصص طاقات متجددة. يوسف ويش زهير هنا. جهة العيون أضحت قبلة الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، فالجهة تتربع على المراتب الأولى إفريقيا بفضل حقلها الريحي بطرفايا الأكبر على المستوى القاري بقدرة إنتاجية للكهرباء ب 300 ميجاوات، بينما يصل مجموع الإنتاج بالجهة إلى أزيد من 900 ميجاوات موزعة على 7 حقول. المجال يعرف توسعا كبيرا ويعرف طلبا كبيرا من طرف المستثمرين سواء الوطني أو الدوليين، بحيث أنه حاليا عندنا 500 ميجاوات في طور المراحل التجريبية ديالها ببوجدور بأفتيسات والمسيد. أما فيما يخص المشاريع اللي في طور الدراسة فتجاوز 530 ميجاوات بكل من طرفايا بوجدور والعيون. الطلب المتزايد على هذه المشاريع النوعية يواكب إحداث أول معهد للتكوين المهني متخصص في الطاقات المتجددة، وهو الثالث على المستوى الوطني، حيث ينتظر أن يساهم في تلبية حاجيات هذا المجال من اليد العاملة المؤهلة. وفرنا مجموعة من التخصصات اللي من بينها الهندسة الكهربائية اللي يسمحنا أن ندخل في مجال سوق الشغل في مجال الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية والطاقة الريحية اللي هي مستقبل المغرب. هذا المعهد في متخصص الطاقات المتجددة بطاقة استيعابية تناهي 760 مقعد بيداغوجي بشعب مختلفة في الهندسة الكهربائية الميكانيكية، الطاقات الريحية والشمسية، المواد المركبة، وأيضا السلامة الصحية، مستويات مختلفة. الهدف هو مواكبة هذه المشاريع المتزايدة في مجال الطاقات المتجددة على مستوى الأقاليم الجنوبية وتمكين الشباب من الانخراط في هذا المجال. المؤهلات الواعدة في مجال الطاقة الريحية بالجهة سيكون لها الوقع الكبير على وثيرة التنمية بهاته الربوع، إضافة إلى مساهمتها في جهود المملكة في إنتاج أكثر من نصف احتياجاتها من الكهرباء من مصادر طاقية متجددة بحلول سنة 2030. احتفاء في الرباط بالمتأهلين في المرحلة الأولى من جائزة محمد بن زايد آل نهيان المكرمة للمعلم، الجائزة التي تتوج أساتذة التعليم الابتدائي المتفوقين في مجال الابتكار والإبداع. نادية أحتة. المرحلة الأولى لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم عرفت تتويج 5 أساتذة. الجائزة يشارك فيها المغرب لأول مرة إلى جانب 12 بلدا آخر، مبادرة لتشجيع أساتذة التعليم الابتدائي على الابتكار.
التتويج لم يكن بالسهل، فخضنا الكثير من الإقصائيات التي كانت يعني لها معايير محددة يتم التنقيط عليها، وانطلاقا من هذاك التنقيط كيختاروا الأفضل المبادرات لتتويجها باللقب أفضل مدرس. دفعة واحد الشحنة بالنسبة لنا احنا كأساتذة اللي هو التحصيل الحاصل ديال 21 سنة من التعليم يعني من التدريس في وزارة التربية الوطنية. الحمد لله هذه كيعطينا واحد الشحنة واحد الدفعة قوية أننا نستمروا، وكما كنعرفوا جميعا يعني مجال ديال التعليم فهو مجال ديال الإبداع والابتكار. الجائزة تهدف تمكين الأساتذة من التكنولوجيا والمهارة الرقمية ومواكبة الحداثة ومستجدات العصر باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء أجيال متميزة. اليوم الاهتمام بالأجيال، سنجد المبتكرين المبدعين في جميع القطاعات، وهذا اللي نحتاجه نحن اليوم في وطننا العربي. وراح أيضا ننتظر من أخواننا المشاركين من المملكة المغربية الشقيقة أن يبدعوا إن شاء الله في هذه الجائزة. هذه المبادرة كتوائم وكتلائم مع المقتضيات ديال خريطة الطريق اللي نحن بصدد تنزيل المقتضيات ديالها، واللي اعتبرت المدرس كركيزة أساسية للإصلاح التربوي إلى جانب بطبيعة الحال التلميذ والمدرسة. المتأهلون في المرحلة الأولى أمامهم المرحلة الثانية وهي الأخيرة لإبراز مؤهلاتهم والظفر بالجائزة الكبرى التي تضع المدرس في مكانة مرموقة. الروائع الفنية من المجموعة الفريدة لمعهد العالم العربي في باريس تشد بها الرحال إلى المغرب في مارس المقبل في معرض متنقل بالمملكة، هو الأول من نوعه. اتفاقية مؤسسة للحدث وقعت بين المؤسسة الوطنية للمتاحف ومعهد العالم العربي في باريس، واختير مكانا للتوقيع مكان ذو رمزية متحف الروافد دار الباشا بمراكش. من هناك روبورتاج لحسن هبان رفيق أكومات. اتفاقية شراكة ما بين المؤسسة الوطنية للمتاحف ومعهد العالم العربي في باريس قصد إعارة روائع فنية من المجموعة الفريدة للمعهد العربي وتنظيم متحف متنقل لها بالمملكة، سيستقبله متحف روافد دار الباشا كذلك في شهر مارس من العام المقبل. توقيع هذه الاتفاقية يعتبر حدثا مهما، ويعتبر كذلك اعترافا للدور الذي تلعبه مؤسسة متاحف المغرب بفضل رؤية صاحب الجلالة، بفضله تحتل ثقافة اليوم بالمغرب هذه المكانة. ووفق الاتفاقية ستتم إعارة المجموعة الفنية لمعهد العالم العربي بباريس لأول مرة في تاريخه إلى مؤسسة أخرى ضمن معرض سيقدم بانوراما ثرية حول الفن الطلائعي والحداثات المتعددة لبلدان العالم العربي منذ عام 45 و900 و1000. لأول مرة قررنا إخراج عينة من مجموعاتنا الفنية المتفردة لتقديمها في بلد آخر هو المغرب في طنجة ومراكش والرباط، هذا لأن المغرب بلد كبير من الناحية الثقافية. معرض متنقل إذن لأهم الأعمال الفنية الحديثة والمعاصرة سيتم نقلها إلى المملكة عبر الرباط وطنجة ومتحف روافد دار الباشا بمراكش، تعزز اتفاقية الشراكة للتعاون الثقافي ما بين المغرب وفرنسا. وفي آخر النشرة، على الطريقة التي عاش بها حياته بين الألوان واللوحات كرم الفنان التشكيلي الراحل حسين طلال، أهديت إلى روحه لوحات معرض تشكيلي أقيم بالدار البيضاء. جيهان دبلالي وأمين حدو. هو قامة فنية وأحد رموز الفن المغربي المعاصر الحسين طلال، يحتفى بإبداعاته المتميزة. تيمات لوحاته التشكيلية بورتريهات تتراقص على إيقاع خبرة تلوينية وافية.
هذا المعرض يقف عند مسار حافل لفنان متميز المرحوم الحسين طلال، وفي نفس الوقت هذا المعرض يسلط الضوء على هذا الفنان كإنسان وكشخصية مهمة بصمت اسمها في الساحة الفنية البيضاوية وكذا الساحة الفنية الوطنية خلال السبعينات. يعتمد في إبداعاته على أجساد مغيرة وغير مألوفة، كما يركز على تقنية الظل والضوء التي تمنح العمل الفني سمات تشخيصية رمزية عميقة. طلب واحد الشخصية معقدة، لأنه هي مخضرمة وعاشت مراحل نتاع الصباغة المغربية من 1954-55 إلى حدود وفاته هذه السنة، وقامت بواحد المجهود جبار، نتمنى أن يستفيد منه كل الزوار. الحسين طلال اسم لامع في سماء التشكيل التصويري الذي يعتمد على فن البورتري، خبير في دراسة السياق الجمالي والإبداعي، ورغم رحيله إلا أن أعماله ستظل شاهدة على فنان من طينة الكبار. في ختام النشرة إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها: وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة تعلن أن أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس سيترأس بضريح محمد الخامس بالرباط الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى 24 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، وذلك بعد الصلاة المغرب يومه الجمعة. بلغ الوزارة أوضح أن هذا الحفل الديني سيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة. لإعادة مشاهدة النشرة ولمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقعنا deuxième.ma وتطبيق ماي دوزام. على الشاشة الأنباء متواصلة بعد هذه النشرة باللغة الأمازيغية. أنفسواغ ويكند مع وادي عدادة في الثامنة، والمسائية تقدمها رحمة الحناوي في تمام التاسعة إلا ربح. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.